تشهده جامعة صنعاء من انتهاكات وتعسفات مستمرة من قبل الميليشيا المسلحة والتي فرضت سيطرتها على جميع المرافق الحكومية، وذلك بعد انقلابها على الشرعية. فمن حين لم يسلم أحد من انتهاكاتهم حتى الحرم الجامعي. وفي سابقة خطيرة تمثلت بحادثة التفجير داخل الحرم الجامعي بكلية الآداب، والذي أودت بحياة أحد العاملين وإصابة عددا من الطلاب والطالبات، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 من شهر مايو الماضي. فنحن في حركة ستوب، حركة طلابية ضد الانتهاكات، ندين هذه الحادثة التي حدثت داخل جامعة صنعاء مخلفة بقتيل وعدد من الجرحى ومن الطلاب والطالبات. فإننا نؤكد على وجوب أن تظل الجامعات ذات قدسية ومن أعمل الأماكن لإحتوائها حملة الأقلام، فمنها تبنى الأوطان وليس يموت الإنسان من طلاب العلم. كما ندين ونستنكر الصمت المطبق من رئاسة جامعة صنعاء ومن أعضاء هيئة التدريس بعدم استنكار هذه الحادثة حتى ببيان، ونحذر مما قد تؤول إليه الأمور بعد هذه الحادثة في ظل استمرار هذا الصمت. ونحن في وقفتنا هذه نطالب الجهات المعنية بفرض حراسة مدنية لحماية أمن الجامعة وإخراج جميع الميليشيات المسلحة لحماية الطلاب والطالبات من أي انتهاك آخر. رحم الله المتوفي سلطان المساجد وشفى الله زملائنا الجرحى. صادر عن حركة الطلاب الطلابية يوم الأربعاء 1 يونيو 2016.